النقطة اللي علينا احنا بقى ان احنا الاناتومي زي ما اتفقنا ان التصوير بيتاخد على كروس سكشن على 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 سكشنز على كذا ليفل، والليفلز اللي بتتاخد عشان اعرف اجو ثرو الفيجوال باثوي من اوله لاخره عمري ما هعرف الاقيه كله في كات واحده. فهو الحقيقه ان المنطقه اللي يبان فيها الاوبتيك نيرف ده مثلا ليفل، المنطقه اللي هيبان فيها الكيازما ليفل، المنطقه اللي هيبان فيها الاوبتيك تراكت اللي ما بعد الكيازما ليفل، وفضلا عن ان الواحد احيانا عينه ما بتعرفش تحط يعني ما بتجيش عليه ما بتعرفش هو مكانه فين، وبعدين اللاترال جينيكليت وبعدين الاوبتيك راديشن، كل واحده من دول ليها ليفل محتاج ابقى متخيله في دماغي على الاشعه عشان اعرف اطلع سلايس فوق سلايس تحت ولا حاجه عشان اعرف ابقى باصص عليها ازاي. التفصيله ديت ممكن ترجع للفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، هتلاقي المنطقه اللي هي التراكنج بتاع الاوبتيك نيرف بالتفصيل، يعني بتفصيله بتفصيلاته هتلاقيها في الفيديو اللي فات ان شاء الله، لو يعني لو ايه احتجت تراجع دوت يعني، ولو ان يعني لو فور ذا بيربز اوف اوتو المره دي مش هنتعثر كثيرا يعني، لو النقطه دي لسه محتاج تراجعها يعني او تركز فيها شويه. دي الرسمه بتاعت السكشنز بتاعت الاوبتيك نيرف زي ما احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان في جزء جوه العين اللي هو البابيلي او الانترا اوكيولار بارت، وبعدين في جزء جوه الاوربت انترا اوربيتال بارت، في جوه وفي جزء صغير اللي هو اللي في حرف السي دوت اللي هو الكانليكيولر اللي جوه البون اللي هو اللي جوه الاوبتيك كانال. وقلنا ان ده فولنربل جدا لان اي نيرف محشور في عظم اول ما يحصل عليه انفلاميشن او يحصل فيه ايديما النيرف هيتضرر بشده زي ويحصل عليه اسكيميك تشينجز او كومبريسيف تشينجز، وتحصل بسرعه تحصل تبان بسرعه على النيرف ويبان كلينيكالي طبعا على العيان، مع ان ما فيش جروس باثولوجي كبير، بس مجرد انه يزنق النيرف في الحته بتاعت البون دي ممكن تعمل مشاكل كبيره فيجوال يعني. وبعدين الجزء اللي ورا الاوبتيك كانال اللي هو السيسترنال بارت، بيسموه سيسترنال بارت عشان المنطقه دي اي سي اس اف، اي منطقه فيها سي اس اف كده جوه الانتراكرينيال كافيتي بيسموه سيسترن. هو السيسترنال بارت البارت اللي هو بعد ما ساب الكانال ورايح يعمل الكيازما، الحته دي اسمها السيسترنال بارت. ماشي، عايم جوه السي اس اف في سب اركنويد سبيس بتاعت المنطقه ديت، المنطقه دي اسمها السوبرا سيلر سيستم، سوبرا عشان فوق البيتويتري، الحته اللي فوق البيتويتري. تفصيلا نزود حته صغيره كده على الاناتومي بتاع الاوبتيك نيرف. النقطه الاولانيه هو طبعا الكلام الكلاسيكي انه ما هوش نيرف ان هو تراكت واكستنشن من البرين وواخد الثلاثه كفرنس بتوعه اللي هم اللي البرين واخدهم، اللي هو واخد ديورا واخد واخد سب اركنويد سبيس وسب اركنويد او اركنويد لاير واخد بايل لاير، هم الثلاثه ماشيين مع النيرف لحد ما ينتهي في العين. ده بينطوي على حاجتين مهمين، الديورا زي ما احنا عارفين انها الديورا دي تشو طف فايبرس، فعاده النيرف ما بيحصلش فيه تغيرات في الحجم كتيره قوي، ما بيحصلش الحجم الضخم دوت. لو لقيت النيرف مثلا مهما كان لو فاكرين يعني اي في كل العيانين اللي شفناهم هو النيرف لما يحصل له شويه دايليتيشن كده بسيط ملي ولا 2 ملي هو ده اكبر ما فيها، سواء كان مثلا التورشوس بقى ايديمتس بقى كلام من دوت، انما الديوره حكمها بقوه مش مخليها اكسباند امتى؟ اكسباند لو حصل فيه تيومر مثلا زي الاوبتيك نيرف جلايوما يعني مثلا ممكن تعمله، حتى الاوبتيك نيرف من الجيوما تضغط على النيرف تموته وتفضل كونتيند وزين ذا ديورا ويحصل اكستنشن ليها ورا اكتر منها بتكبر في حجم النيرف، هيزيد حجمه بس مش هيزيد حجمه بالضرب بالصوره الكبيره يعني. وده برضو من المضار بتاعت النيرف، لان اي باثولوجي هيحصل وزين ذا ديورا الكفرنج اللي حوالين النيرف برضو هيتخانق جوه الديورا وهيحصل كومبرومايزيشن عادي. عشان كده الكلينيكال بتاع الفيجوال امبيرمنت في العيانين اللي عندهم مشاكل في الاوربت او مشاكل في الفيجوال باسوي في الاوبتيك نيرف او في التراكت عاده بتبقى مشاكل مانيفست وقويه وواضحه يعني وبتكشف عن نفسها كثيرا. النقطه دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين السبركنويد سبيس. السبركنويد سبيس احنا عارفين ان ده اهم خاصيه فيزيولوجيكال بالنسبه لنا فيه او فانكشنال فيه، ان هو بيوصل الانتركرانيال بريشر. صوت معايا يا جماعه برده مفيش مشاكل في الصوت احسن انا كنت بتكلم ومش سامعني كويس. السبركنويد سبيس اهم نقطه فانكشنال فيه بالنسبه لنا
انه بيوصل الانتراكرينيال بريشر، ولما بيوصل الانتراكرينيال بريشر ممكن يضغط على النيرف بطريقه او باخرى، يعمل بابيلوديما، ويعمل لو برولونجد وكرونيك يعمل كونسيكتيف اوبتيك اتروفي. وده مع العينين الايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن او ايا كان السبب. فالمهم ان دي بيبقى ريفلكتد فيجوال مانيفستيشن. النقطه الصغيره اللي نزودها بقى في الاناتومي بتاعت المنطقه ديت، ان الكونتينيتي بتاعه السي اس اف او السبراكنويد سبيس مينتيند حوالين النيرف، بس مش بطريقه هندسيه، يعني هو مختلفه في منطقه عن الثانيه. يعني مثلا عند المنطقه الكاناليكولر بارت اللي هو المنطقه اللي فيها جوه الكانال، السي اس اف سبيس ماشي في كولنز، ما هوش ماشي كونتينوس، ما هوش ماشي تيوب حوالين النيرف وبعدين يرجع يمشي تيوب حوالين النيرف في المنطقه بتاعه الاوربت ويرجع يبقى هو كانه فينستريتد او كولامنر في المنطقه دي. ما يترتب على ذلك ان بعض العيانين ممكن ما يحصلش فيه كونتينيوتي، ما يكونش فيه كونتينيوتي كافيه انها ترانسميت البريشر بطريقه انستنت وطريقه فوريه اول ما يزيد الرايز اوف بريشر، وبالذات ممكن في اول الاسابيع. فممكن عيان يبقى في اسابيعه الاولى، اسابيع ما بنتكلمش حتى في ايام، وما يحصلش بابليديما، ما تبقاش ريفلكتد، مع ان العيان ويكون العيان هيبتدي يجي له فيجوال سيمتومز لان البريشر ابتدى يضغط على الشيث بتاع النيرف. فيبتدي العيان هيكون عنده فيجوال سيمتوم وما عندوش بابليديما، وبالذات في الايرلي. في بعض الناس بقى اللي هو سعيد مسعد ابو السعد اللي هو ايه عنده انتربت تشيز خالص، فما بينقلش بريشر باي اني مين وما يحصلوش بابليديما. وده يعني عدد مش قليل في الكلينيكال براكتس، كتير الواحد يلاقي عيان عنده رايز اوف بريشر ومفيش بابليديما كذا مره تتشاف، ويعمل سباينال تاب يلاقي فيه رايز اوف بريشر. فدي النقطه المهمه. عاده يقال يعني ان مع الوقت معظم عيانين الرايز اوف بريشر لما يبقى العيان كرونيك كده كده هيطلع له، هيجي له بابليديما، جات له دلوقتي، جات له بعد شهرين، بس في الاخر ات ذا فيري فار اند العيان هيجي له بابليديما. بس جت امتى ده ممكن سؤال بالنسبه لي يبقى ريليفنت، ان العيان لسه مثلا جاي له ساينس سيمبتومز اوف ساينس ثرومبوزس مثلا، او اي سبب خلى فيه اكيوت رايز اوف بريشر، واجي اعمل له فاندس ما لاقيش بابليديما في اول يومين ثلاثه. فدي نقطه بتبقى احيانا بروبلماتيك، يعني مثلا زي عيانين السبراكنويد هيمرج مثلا، لو انت عملت له فاندس ممكن اول اربع خمس ايام ما تلاقيش فيه رايز اوف بريشر مع ان في سيجنيفيكانت رايز اوف بريشر. فدي نقطه بتاعت اللي هي السبراكنويد سبيس. البايا مالهاش كومنت قوي. طبعا الديوره بتنتهي عند الاوبتيك كانال، الاوبتيك كانال خلصت، او يعني او عفوا يعني بعد ما بيعدي الاوبتيك كانال هو الديوره بقى مكمله على البون مش مكمله على النيرف، والمنطقه السيسترنال بورت اللي هي البورت رقم دي مش متغطيه بالديوره متر. اخيرا النيرف سبلاي، او عفوا الارتيريال سبلاي، هو طبعا احنا عارفين ان الاوفثالميك ارتري هو اللي شايل الليله دي كلها، وهو مش بس شايل النيرف، هو شايل الاوربت كلها على بعضها. فهو داخل مع نيرف في الاوبتيك كانال على فكره، وبيعدي تحتيه، بيعدي تحتيه في الاوبتيك كانال. وبرده مما يترتب عليه ان النيرف والارتري ممكن الاثنين يتحشروا في المنطقه ديت. لو في باثولوجي دخل قفل الكانال، الاوبتيك كانال، هيجيب كومبريشن على النيرف ادي واحده، ويعمل اسكيميك كومبريشن، يعمل اسكيميا في الاوبسالميك نفسه، فيأثر على النيرف اكتر، ويأثر على الاوربيتال كونتنت برضو اكتر. فيجي العيان عنده اوربيتال بين، الاوربيتال بين لان هيبقى اسكيميك بين لان الارتري نفسه قفل، فابتدى السبلاي بتاع المنطقه بتاعه الاوربت كلها، اوربيتال تيشو كلها ابتدت تتأثر. الاوبسالميك على فكره بعد ما بيعدي بالاوبتيك كانال بيبتدي بيطلع بيكمل بره بعيد عن النيرف، ما بيخشش جوه النيرف، بيكمل بيدي السبلاي بتاع الاوربت، وقبل ما قبل ما ما النيرف يخش هو العين بمسافه صغيره جدا يدخل سنترال ريتينال ارتري، يلحم مع النيرف ويخش مع النيرف جوه المنطقه بتاعه الريتنا عشان يسبلاي الريتينال لير. وده اللي هو دي قصه تانية بقى، قصه الريتينال ارتري اوكلوجن والقصه الشهيره اللي انتوا تعرفوها. ده بخصوص نوتس، يعني كلمة أو كلمتين زيادة بس بخصوص الاناتومي ينفعونا في الكلمتين اللي جايين. اللي هنعمله الآتي، اللي هنعمله كده اكسرسايز ديب قوي على حالة واحدة بس، وحالة واحدة اللي ليها علاقة بالبراكتس بتاعنا، بالشغل بتاعنا في النيورولوجي، هو الإيميجينج كإيميجينج
بتاع الاوبتيك نيرف مليان مليان كونتنت ومليان حاجات كتير قوي ومليان ابنورماليتيز كتيره، بس يعني هو الواحد معني بالنيورولوجيكال ايشوز. يعني في حاجات كتير مثلا زي التيومرز بتاعت الاوربت كلها من اولها لاخرها هو قصه بالنسبه لنا تنتهي بان هو شخص تيومر، وان تشخص حاجه في الاوربت اذا كانت طالعه من مصل اذا كانت طالعه من حاجه تانيه خلاص قصتنا بالنسبه لها انتهت. يعني يا اما اوفثالمولوجيست بيكمل معايا، يا اما نيوروسيرجن، يا اما يعني او ايفر. فاحنا بالنسبه لنا مالناش ميديكال براكتس معاه كتير او نيورولوجيكال براكتس، انما مثلا حاجه زي تروزا هانت ولا حاجه زي كافينو ساينس رومبوزس صميم شغلنا فاحنا بنركز فيها قوي مثلا، او الايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن مثلا. فدول يعني يستحقوا مننا بعض التركيز، ودول اللي ممكن ليهم كلام معانا. بقيه المواضيع انا سيلكتيفلي ما اتكلمتش عليها، عشان في الاخر احنا مش راديولوجيست، احنا عايزين بس اللي يمشينا في المنطقه بتاعتنا، وان احنا نقدر نريفير ان دي مش حاجه بتاعتي، دي حاجه مثلا اوبتيك نيرف تيومر مثلا ولا حاجه، وحد يتابع معاه بقى تاني. مش يعني انا مش هفيد في منطقه التيومرز دي. فنبتدي بالحاله ديت. عفوا، خلينا نتجاوز دي كمان. تعالوا نبتدي الحاله دي. ده اوربت ام ار اي كويس، وده يعكس الاتي. ده فلير على فكره، يعني ده سيكونس فلير. عرفت منين انه فلير؟ عشان انا جايبه طبعا. ده موضوع، بس السبب التاني ان البرين في جزء من الانتيريور هورن، من الانتيريور تمبرال لوب، موجود جراي ماتر هايبر انتنس والوايت ماتر هايبو انتنس والسي اس اف اسود. يبقى احنا فين يا جميل؟ يبقى احنا فلير. فده فلير سيكونس، وده عيان عنده diminution of vision في عينه الشمال كويس، وعنده diminution of vision في عينه الشمال، وعنده multiple cranial neuropathy. فده حالة typical من الحالات اللي بتبقى quite interesting بالنسبة لنا في الشغل. يعني تعالوا نريفيو الاناتومي واحدة واحدة، ونعلق على الحالة دي. انا هعلق على الحالة دي in depth على قد ما اقدر في كل الكاتس بتاعتها، وبعد كده هناخد exercise، ناخد اللي احنا بنبص عليه في الامثله اللي بعديها، يعني اللي احنا نخلص بقى الحاجات اللي الواحد بيبص عليها بعينه مع العيان ده، وبعدين ناخد بقيه الامثله سريعا. يعني فدلوقتي تعالوا نبص. انا كده كده مايندد ان الكلينيكال بتاع العيان ليفت، فانا هبص على الناحيه الليفت الاول. الجلوب عديناه كويس، في دي ميديال ريكتس ودي لاترال ريكتس، وده الكونتنت بتاع الاوربت. الكونتنت بتاع الاوربت مليان فات، فبيبان لونه هايبر انتنس زي الفات اللي موجود في التمبوراليس. هنا في فات اللي جوه الاوربت موجود لونه ابيض هايبر انتنس. في شويه فيسلز، ادي فيسل اهو صغنون، ده لو فاكرينه ده السوبيرور اوف سالميك فين، لو حد فاكره من ايام الكافيرنس ساينس. وده برضو شكله فيسل صغير، وده فيسل صغير. اوفرول الاوربيتال كونتنت لوكس على الاقل في الكات دي مش بطاله. الدايمتر بتاع النيرف هنا شكله اعرض شويه من التاني، بس مفيش سيجنال ابنورماليتي. انا مش قادر يعني اكونفيرم حاجه زي كده. الدنيا يعني اوفر اول معقول. دي المنطقه بتاعت البارانيزال ساينسز اللي هي اللي في الميد لاين، والمفروض ان النيرف هنا في الكات ديت واللي بعديها المفروض انه يعدي على الاوبتيك كانال. يعني في امبريشن بس ان في حاجه يعني كويري هنا هبص عليها، انا مش قادر ابص عليها كويس في الفلير. هي ملهاش زي هنا، يعني المنطقه دي مش زي دي، ودي حجمها اكبر شويه، بس انا مش قادر اكونفيرم ده في الفلير. فانا يعني هبص عليه في سيكونس تاني. يعني ده خلاصه الموضوع. دي الكات اللي بعديها برضو نفس الكلام. هو خلاص الاوربيتال كونتنت احنا عدينا، هو يا دوب النيرف بيطلع في كات ويختفي، وده اخر ما تحت الاوبتيك نيرف. برضو يعني مش شايف حاجه ريماركابل كبيره. اوفرول ما عنديش بالاي بولينج كده على مستوى الفلير، ما فيش. لو فاكرين الحته دي بتاعت الكافيرنس ساينس اللي كان فيها الكاروتيدز الدايرتين السود، اللي عايز يستزيد من الكافيرنس ساينس اناتومي لانها ريليتد قوي 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 للاوبتيك نيرف ايمجينج، طبعا في ليها محاضره لوحدها ممكن ترجع لها ان شاء الله يعني على الجروب. نكمل. ادي برضو ده فلير، دي اخر واحده فلير، وتقريبا كلهم زي بعض. تعال نشوفها في التيتو يمكن الدنيا تبان اوضح. تكتشف ان T2 احسن شويه. ليه؟ ابتدى يبين السي اس اف، يعني السي اس اف هنا بين كويس والسي اس اف هنا بين. في سي اس اف كونتنت هنا. الحته السسبيشس ما زالت برضه سسبيشس، بس السيجنال بتاعتها يعني تقدر تعتبرها ايزو انتنس تو ذا برين تشو. هنا برضه الحته دي كويس، يعني دي الكاونتر بارت بتاعتها كفوليوم يعني مش زي بعض. بس انا الكونكلوجن اللي طلعت بيه من الفلير والتي 2 حتى الان ان انا في حته انا مش مستريح لها على الناحيه الشمال كويس. خلينا نبص عليها مره كمان اهي هنا.
ومش قادر اكونفيرم اف ذيس از ان ابنورماليتي او لا، لان كتير قوي على فكره الواحد برضو ايه يشك في حتت في الافلام وبتطلع في الاخر يعني ما مش حاجه سيجنيفيكانت قوي يعني. اوفر اول انا اللي مشككني اكتر ان بالمقارنه الناحيه دي كفوليوم مش زي ديت، فيها حاجه ابنورمال، السيجنال بتاعتها ما اتغيرتش قوي كويس، وانا لسه ستيل المنطقه البوني ديت بتاعت البارانيزال ساينسز ما هياش احسن حاجه طبعا زي ما انتم عارفين، مش احسن حاجه تتشاف في الام ار، بس على الاقل الكات ديت والاورينتيشن الاكزيال دوت مش مريحني قوي في الرؤيه، فانا هبص لازم هبص على حاجه تانية. الكات ده مورينا الاوبتيك نيرف نفسه كويس، تعالوا نبص عليه برضو ان سام ديتيل. لو واخدين بالكم في خط اسود كبير هنا كويس ماشي مع النيرف طبعا من قدامه لاخره لحد ما وصل من لحد ما وصل للعين، دي الديورة ودي الطف. الديورة طف قوي وما فيهاش ميه، فبتبقى هايبو انتنس، بتبقى هايبو انتنس في عامه في التي 2 ويتد سيكونسز اللي هو تي 2 والفير، فدي واحده حته من الديورة والمفروض ان يكون في واحده ثانيه معاها بس هي مش باينه قوي هنا، وده الابيض اللي في الوسط ده السبراكنويد سبيس، وده النيرف نفسه. النيرف نفسه شكله يعني ما فيهوش سيجنال تشينج وما فيهوش فوليوم تشينج، ما فيهوش مش فارقه كتير قوي، وده البارشال فوليوم بتاع السوبير اوف سالمي فيني نهايته. اللي بعده تعالوا نشوف اللي بعده. دي المنطقه الثانيه ماشي زي ما اتفقنا، ده تي 1 ويز كونترست كويس. تعالوا نشوف، تعالوا نبص شويه بتفاصيل اكتر، هل في سيجنال ابنورماليتي ولا لا. احنا هنا فين؟ احنا هنا في المنطقه اللي فوق النيرف، لسه عرفت منين فوق النيرف عشان اللي هو الفيسل اللي ماشي من هنا لهنا ده اللي هو سوبير اوفثالميك فين موجود يمين وشمال هنا وهنا كويس. طيب بقيه الاوربيتال كونتنت كويس. الفيسل ما لحقش ياخد صبغه، بس هو المفروض ان ده بوز كونتراست، فالمفروض ان الفيسل ده يبقى مسبوخ، بس الفيز بتاعه ما لحقش يعني الفيز اللي اتصور فيه الاشعه ما كانتش الفين ده ما كانش فيه فيلنج قوي. ماشي نكمل. ابتدى الفين خلاص، هو ده اخر الفين ده سوبيريور سالمك فين، وابتدى يبان النورف هنا وهنا كويس. و لو واخدين بالكم انا مش قادر اميز الماسل، المفروض ان الماسلز تبقى هنا، بس هل تتوقعوا الماسل تاخد صبغه ولا لا في الفيلم بتاع الـ بتاع الـ بتاع التي 1 ويز كونتراست من غير ما الواحد يكون عنده خلفيه هي بالاستنتاج المنطقي يعني او الاستنتاج الطبيعي، اللي من غير ما الواحد يبقى عنده معرفه بالمعلومه نفسها، هو اي حاجه الطبيعي ان البرين ما فيش حاجات فيه كتير بتاخد صبغه ليه؟ عشان فيه بلاد برين بارير، اي بلاد برين بارير ليكج هو ده الكونسبت بتاع الصبغه، هيبقى اي بلاد برين بارير ليكج هو اللي ده اللي هيطلع فيه الصبغه. اصلا الاوربت شاكب راكب كلها على بعضها بره الانتراكرينيال كافيتي، طبيعي تاخد صبغه، وطبيعي النيزل كافيتي ياخد صبغه، وطبيعي الماسلز اللي في السكال تحت السكال بيس دي المنطقه بتاعت التيرجو بالاتاين فوسا يعني كل التفاصيل دي كلها التيرجويد تاخد عفوا التمبوراليس ماسل اللي هي بتبقى بره كده جنب السكال بتاخد صبغه، كل ده ياخد صبغه ليه؟ لانه بره البلاد برين بارير. هو ما لهاش فلسفه الصبغه في الام ار انه ان البلاد برين بارير ليكج يطلع كونتنت، فهم دول اصلا كده كده هم بره البلاد برين بارير، فطبيعي ان الماسلز تبقى هايبر انتنس في الـ تي 1 ويز كونتراست، ودي معلومه هنحتاجها يعني كذا مره. ادي ده سيكونس يعني واخد بلين حلو جدا جوه النيرف، واضح ان النيرف مش باين فيه كونتراست انهانسمنت بشكل او باخر. وادي دي الميديال ريكتس ودي اللاترال ريكتس. الاوربيتال كونتنت يعني هو الاوربيتال كونتنت الفات، لو واخدين بالكم يا جماعه الفات مش مخلي الواحد قادر يكونفيرم قوي اذا كان اصلا مفيش باثولوجي هنا ولا لا، يعني مفيش باثولوجي خد صبغه ولا ده الفات ليه، لان الفات برضه في الكونسس في السيكونسز العاديه في التي 1 وفي الفلير وفي التي 2 هو الفات بيطلع لون ابيض، فانا مش قادر اميزها قوي. بس الحته برضه الحته دي اللي انا شاكك فيها شكلها بقى اوضح في الصبغه وبقى اكبر في الصبغه، فمعناها ان التيشو ده خد صبغه. فات لوكس لايك ان في ليجن هنا، الليجن ده مكانه فين؟ عند الاوربيتال ايبكس وقريب من الكانال، من النيرف معدي في الكانال في المنطقه ديت، عشان يجي خيالا كده بس على اساس ان احنا تجاوزنا الكاتس بنقطع معانا كذا كات نبص عليها، فهو المفروض هيكمل هنا لحد ما يجي عفوا بيجي هنا لحد قبل ما تيجي البيتويتري ومعامل الكيازما وبعدين يطلع يعمل الاوبتيك تريكت يمين وشمال. فهي المنطقه دي هي الاوربيتال ايبكس، ده المثلث ده اخر الاوربت وعند المنطقه بتاعه الكانال، وفي
some contrast enhancement mass موجودة في المنطقة دي. المس اللي مذاكر بقى الله يستره اللي مذاكر كبيرنا ساينس حلو وسمعها حلو في الفيديو اللي فات في الفيديو اللي بتاع زمان، فتكتشف ان المس كملت وكبيره وانفولفنج بارت اوف ذا كبيرنا ساينس او لا مش قادر اكونفيرم قوي. ده الانترنال كاروتيد ودي الحته اللي احنا عارفينها بتاعه كبيرنا ساينس ودي الحته بتاعه كبيرنا ساينس. واضح ان في ماس هنا. الماس دي بقى هل هي جوه ساينس بس ولا هي حواليها من بره انا مش قادر اكونفيرم قوي، بس في ستيل في ماس كبيره عند الاوربيتال ايبكس وعند منطقه الكافيرنا ساينس، مش عارف هي انفلتريتنج الكافيرنا ساينس ولا لا حتى الان، بس ستيل في حاجه. لو واخدين بالكم يا جماعه مركزين من اول العيان ده، دي لا بانت في فلير ولا بانت في تي 2، دي بانت في تي 1 ويز كونتراست. يعني مش نيدلس تو سي تي 1 ويز كونتراست مهم جدا. دي الكونتراست انهانسمنت في عيان عايز ايفالويت في الاوربيتال باثولوجي او الاوبتيك نيرف باثولوجي ما هواش رفاهيه، ما هواش هفكر هبعت عيان تي 1 يعني هبعته بصبغه ولا من غير صبغه، لا هتبعت ديفينتلي هتبعت بصبغه. ليه؟ مش عشان الاوبتيك نيرف نفسه، ده عشان كل حاجه، يعني عشان كل اللي حوالين النيرف محتاج تايفالويت تعمل له ايفالويشن كويس، والكونتراست انهانسمنت هيفرق معايا كتير في ده. فده براكتيكال ليسون يعني في ان في حتى يعني لو ما حضرتش القعده بتاعت كافيرنا ساينس في علامه تقول لي انا مستريح لكافيرنا ساينس ديت او لا، انا عارف كافيرنا ساينس مكانها منين رافلي ان انا الاقي سيجنال فويد المدوره الكبيره بتاعه الانترنال كاروتيد، والاقي الاوتر بوردر بتاع كافيرنا ساينس يا ستريت يا كونكيف زي الناحيه اليمين. الناحيه دي كبرت وبقت اولا ما بقتش مش مجرد انها بقت كونفكس، دي كبرت وانفلتريتد وبقى في ناس فيها. كويس نكمل برضو ده ال ده المنطقه ده بقيه الانفلاماتوري ماس. دي حته اسمها ميكلز كيف، ما تتخضش لو انت مش عارف اسمها. مع الوقت هدينا حاله بحاله يعني هتلاقي نفسك عرفتها يعني مع الوقت. الميكلز كيف دي اللي هي الحته اللي معدي فيها تراجيمينال جنب كافيرنس ساينس مباشره، فدي سبيرد الميكلز كيف يا جماعه او لا جوه كافيرنس لسه مش متاكد قوي، وفي ماس عند الاوربيتال ايبكس وحواليها والمنطقه اللي حواليها. خلاص طبعا الاوربيتال كونتنت ستيل مش قادر يعني احلف ان مفيش اي كونتراست انهانسمنت عشان في فات سيجنال كبيره، بس على الاقل النيرف نفسه ما فيهوش مشكله، اولا عشان شكله باين، ثانيا عشان قارنته بالناحيه النورمال كلينيكالي نورمال زي ما بيقولوا. طيب ده كورونال تي 1 ياكد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. دي المنطقه بتاعه السفينويد ساينس كويس، ودي المنطقه بتاعه الكافيرنس ساينس مش باين قوي بوضوح عشان بس في ارتفكت في الصبغه في الفحص ده في العيان، بس عامه ده كاروتيد. دي المنطقه بتاعه الكاروتيد ودي التيمبرال بول، الحته بتاعه التيمبرال بول، ودي الكافيرنس ساينس اللي على ناحيه الشمال انفليتد وكبيره. الناحيه دي هنا واخده النايس كونكيف شيب بتاع النورمال كافيرنس ساينس. تعال نشيل الماركينجز وبص عليها بعينك مره ثانيه قبل ما نقلب. كويس الاوبتيك نيرف يعني مع الوقت مش هي صعبه. الاوبتيك نيرف مكانه هنا دلوقتي لان هو هيبتدي يقرب، كل ما نرجع لورا بالكتس هيبتدي يقرب هنا وهنا وهنا لحد ما يلحمه فوق الـ فوق البيتويتري ويبقى الاوبتيك كازم. كويس دي الكت اللي فيه البيتويتري ستوك. كويس وهنا فوق بيبقى فيه الاوبتيك كازم وتحت البيتويتري ويمين وشمال الحته دي كده يا جماعه. ده كاروتيد وده كاروتيد. دي المنطقه بتاعه الكافيرنس ساينس بايوائيها وده الميكلز كيف. الميكلز كيف في العيان ده دايليتد كده كبير شويه، بس مع يعني مش معروف ليه بصراحه، بس مش حاجه ابنورمال يعني عامه، يعني مفيش حاجه داز نوت امبلاي اني ثينج يعني. والابيض ده اللي واخد صبغه طبعا ده فحص بصبغه، فدي الديوره بتاعه العيان ودي الديوره بتاعه الكافيرنس ساينس نفسها. It looks like على فكرة ان الكافيرنس هنا في الكت دي كده الكافيرنس مش متاخدة قوي او مش متداس عليها قوي، في حاجة هنا يمكن اللي هي في الناحية الباثولوجي اللي فيها الباثولوجي، ممكن في suspicion لهايبر انتنسيتي هنا، بس it looks ان الكونتنت نفسه بتاع الكافيرنس ساينس او ان الماس دي ما هيش breaching inside the الكافيرنس ساينس بدرجة كبيرة على دلوقتي. يعني هنا دي الماس الكبيرة واحنا تقريبا جنب الساينس هو وراه. دي الحته بتاعه السوبرا سيلر سيستم لو فاكرين يا جماعه،
اللي هي اللي تحت بيتويتري وفوق ده فراجماسيلي، ودول الكاروتيد يمين وشمال، ودي الاوبتيك كاريزما، والحته دي اللي فيها الماس اللي اتفقنا عليه. كويس، اتمنى ما تزهقوش، معلش خلينا نركز في العين ده قوي 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 في كل الكونسبتس بتاعته، وبعدين نابلاي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، يعني نخلصه يعني في العينين الفاضيين سريعا. يعني ده نفس الكلام، مش هنزود فيه قوي. ده بقى سيكونس جميل قوي، وده بيتعمل المفروض روتين في فحص اوربت نظيف، روتين في فحص اوربت نظيف. فحص اوربت نظيف ده مش معناه ان الجهاز نظيف، ده معناه ان بس البروتوكول محطوط، ان في السوفت وير بروفايدنج ان في فحص بيعمل تي 1 وذ فات سبريشن، ده اللي هو السيكونس اللي قدامكم ده يا جماعه. ده نفس العيان، ده معمول تي 1 وذ كونتراست، بس ادى سيجنال في وسط ما هو بيبعت الماجنتيك امبلس بالسز بتاعته، وهو بيعمل الفحص وهو بيصور الفحص، بيدي امبلس في نفس اللحظه اللي هو متوقع ان يستلم فيها، ان الجهاز يستقبل فيها السيجنال اللي جاي من الفات، لان هي بتبقى ليها تايمنج معين. فهو التايمنج اللي متوقع ان الفات فيه بيبقى عالي قوي، بيدي ماجنتيك امبلس ينالفاي السيجنال، يعني يلغي السيجنال اللي جايه من الفات في اي حته في الفحص. فاللي حصل ان الاوربيتال فات اختفى، فانا قادر اشوف السبيس بتاع الاوربت كله بشكل افضل. فمثلا بقيت دلوقتي انا شايف اهو السوبيرو اوفثالميك فين، يبقى احنا لسه في الكاتس اللي فوق، وادي المسلز، دي جزء من المسل، او لو احنا فوق كمان دي ممكن تكون لاكريمال جلاند، لان هي موجوده لاترال، عفوا ان دي لاترال، ولسه تحت كمان هيبتدي يبان المسلز. المسلز اللي بره اللي هي لو واخدين بالكم التمبوراليس، اللي كانت مثلا على الناحيه الشمال دي، التمبوراليس دي كانت عاليه، كانت واخده سيجنال عاليه في اللي فات برضه، لان فيها كونتنت اوف فات، فحصل له اتعمل له سبريشن. فاحنا ايه لما حصل فات سبريشن سيكونس ابتدى يبين بقى الباثولوجي، او يبين شكل المنطقه اللي انا عايز اشوفها، عايز اشوفها كويس من غير الفلاش الجامد قوي، النور الجامد قوي اللي جاي من الفات سيجنال. احنا هنا الكات اللي تحتيها على طول ابتدى يبان الميديا ريكتس هنا، هي مين وشمال، وابتدى يبان ان في هايبر انتنسيتي هنا هيتروجينس. هبص على السيكونس، هبص على اللي تحتيها عشان اتاكد بس شكلها عامل ازاي. ده الماس باينه بقى ايه، يعني شمعه منوره في وسط الكلام ده كله، وهنا مقعدي جنبها نيرف، واضح ان الماس دي كانت معديه قريبه من الكنال، فدي فهي انفلاماتوري ماس او انفلتريتيف ماس، يعني كان ممكن تبقى تيومر ممكن لا، معديه في المنطقه بتاعت الاوربيتال ايبكس وجنب الكنال، وهي اللي غالبا عامله الباثولوجي بتاع العين، او الفوكال باثولوجي بتاع العين. ما بانتش الا في التي 1 بصعوبه، وبانت في التي 1 وسفات سبريشن بطريقه احسن شويه. الناحيه الثانيه لوكس نورمال كويت، يعني ما هيش ده يعني حجما مش فارق قوي، في سيجنال انهانسمنت بسيطه، مش قادر اكونفيرم قوي اذا كان يعني دي تعتبر باثولوجيكال ولا لا، بس لوكس طالما الكلينيكال بتاع العيان ماشيها فخلاص، يعني مش قضيتنا. يعني هنا بانت اكتر، لو قاعدين لكم برضو الماسلز واخده سيجنال هنا اعلى من هنا، فده معناه ان في سورت اوف انفلتريشن على مستوى الماسلز برضو، بس ممكن قديمة، ممكن بس ان هي ضغط عليها، ضغط على الفينس تريبيوتريز اللي هنا، فممكن غيرتها شويه، فعلى الاقل حجمها كبير، بس ابتدى يبان ان في الاوربيتال باثولوجي ابتدى يبان. كذلك هنا الميس هنا باينه اوضح، وواضح ان في سم انفلتريشن. لا نكمل اللي بعديها ونشوف. لا مش للدرجه قوي، ده مش ما يعتبرش انفلتريشن، ده المصل، دي المصل اللي هنا والمصل اللي هنا اللي هي بتاعت الانفيرو، المفروض ان دي الانفيرو ريكتس لان احنا تحت خالص. ده كورونال، ده كورونال تي 2 في نفس العيان، الاسود ده تاف ديورا، وادي الكافرنس اللي فيها المنطقه بتاعت الكافرنس، هي واضح ان الماس حوالين الكافرنس، ما هيش انفلتريتنج الكافرنس او ديستراكتنج ات، ما هيش من جواها يعني. ودوت برضو نفس الكلام مش هنطول فيه، ودي منطقه بتاعه اللي هي السوبرا سيلر سيسترن، كازما فوق، بتويتري تحت، بتويتري ستوك من فوق لتحت، وكافيرنا ساينس يمين وشمال. الكات الكورونال كات ده انا بعيده كتير، غلس، وده يعني الاسامي غلسه، انا عارف ان ممكن اول مره تسمعها تلاقيها غلسه، بس لما تشوفها 10 20 مره، وده اللي بحاول اعمله يعني ان شاء الله، لما تشوفها 10 20 مره تبتدي تحفظهم. هو المنطقه بتاع السوبرا سيلر سيسترن ده
يعني عارفين زي ما احنا كده في السيريبرو فاسكولار في الستروك نبقى بنبص على المنطقه بتاعه الكات بتاعه البيزل جانجليا دي، لازم تبقى انت حافظه زي اسمك كده وعارف التفاصيل اللي فيها. هي المنطقه دي كورونال بالنسبه للمنطقه بتاعه الكافيرنس ساينس وبتاعه السيلر ريجن، لا لازم يعني لازم الواحد يبقى عينه وحافظها جدا يعني. فدينا بنعيد ونزيد فيها. وطبعا الابيض ده ميكلز كيف، وده سي اس اف سبيس اللي ماشي فيه النيوكليس الكبيره بتاعه التراجم او البرانشز بتاعت التريجمنال يعني. والاسود دوت ده هنا رايح هيبقى انتيرو سيريبرال، وده بيلف على السيلفيان فيشر عشان يبقى ميدل سيريبرال. وهنا ده فراجما سيلي، وما فوقها ده اسمها السوبرا سيلر سيسترن اللي كان عايم فيها الاوبتيك نيرف اللي كنا قلنا عليه سيسترنال بارت، اللي هو بتاع البارت اوف ذا اوبتيك نيرف اللي هو قبل ما يلحم وياخد الكازم. دي العين اللي فات ده، العين اللي فات ده في ملاحظتين مهمين. ان الماس اللي احنا شفناها دي احنا هي سسبشنز اذا كانت انفلاماتوري او كانت نيوبلاستيك. الكلينيكال بتاع العيان ممكن يحكم الراجل ده لو طلع له كل الكومبلين ده، لو كان طلع في 3 4 ايام فغالبا ده انفلاماتوري اكتر من نيوبلاستيك. دي واحده. النقطه الثانيه ان الماس ما كانتش هايبر انتنس بالدرجه الكبيره في الفلير وفي التي 2، كانت مور ليس ايزو انتنس، ودي احد الفيتشرز اللي موجوده في التولوزا هانت سيندروم. في اللي هو ده انفلاماتوري ايديوباثيك انفلاماتوري انفلتريشن بيحصل في منطقه الاوربت ومنطقه الاوربت الايبكس. لما تبقى يحصل في الاوربت بيحصل اسمها اوربيتال سيودو تيومر، ولما ياخد منطقه الاوربت الايبكس نسميه تولوزا هانت سيندروم. في فيري جود ريسبونس على الاستيرويد وما بيتكررش وما بيزيدش تاني مع لما تابر الاسترويد مع الوقت. من ضمن الانفلاماتوري انفلتريشنز اللي ممكن تاخد المنطقه دي برضو هو الساركودوزس. بس هو الساركودوزس بقى لما هتبطل الاسترويد هيرد عليه تاني، هو ده الفرق الاساسي. دي النقطه رقم واحد. تاني حاجه ساركودوزس شرح، ويعني اللي هو ايه يعني مش شرح بقى، اسمها بجح، اللي هو ايه ممكن ياخد لما يعني وانس ان هو بالذات النيوروساركودوزس لو فلوريد ولو قوي مع العين هتلاقيه بياخد حاجات كتير قوي يعني. بدل يعني هو مش بس هياخد بقى الاوبتيك نيرف مثلا في المنطقه دي، ده ممكن ياخد الماسلز، ده ممكن ياخد اللاكريمال جلاند، ممكن ياخد البيتويتري ورا، ممكن بياخد الديورا والمننجيز، ممكن بيبقى بارينكمال. فبتبص تلاقي التريس بتاعه ان انت تشوف الباترن اوف انفلتريشن في العيانين اللي عندهم انفلاماتوري انفلتريشن في المنطقه دي. يو ويل نوت سرفايف من غير الاناتومي، فانت لازم تقعد تبقى حافظ الاناتومي، وحفظه مش بالمذاكره، حفظه بان انت تشوف تاخد الكونسبتس الاساسيه دي وتبتدي تطبقها على العيانين، بالذات العيانين النورمال قبل العيانين اللي عندهم باثولوجي. يعني مثلا لو انا بشوف عيان ستروك وهو مش متوقع ان يبقى في عنده اي حاجه، بس هو الفحص بتاعه اتعمل كويس مثلا ومعمول له مور ذان وان اناتوميكال كات، انا هبص بعيني على الحته النورمال بتاعه الاوربت دي. طب ببص بعيني اشوف الموسلز عامله ازاي واشوف الاوربتيك نيرف عامل ازاي، انا متاكد ان العيان ده نورمال، فانا هدرب عيني على النورمال. وقت ما هشوف بقى حاله سسبيشس هبتدي اعرف احط عيني على الانورماليتي اللي فيها. مش الشطاره او الفيجوال تريننج المظبوط ان انت تشوف النورمال كتير. فوانس يو جيت ان ابنورمال انت سبكونشسلي كده هتلاقي نفسك عينك بتيجي على الحته اللي مش طبيعيه وتقول ده في الحق، ده الشيس دايليتد شويه، الحق ده المسل سيجنال مش مظبوط. فده عيان ما يتفرقش عن اللي فات، بس ده ساركويدوزس. الهايبر انتنسيتي موجوده هنا برضو. المنطقه دي هي منطقه الكنال، وسبحان الله الكنال دي يعني اللي هي يعني واحده من الموست فولنربل سبوتس او لوكيشنز يعني بالنسبه للاوبتيك نيرف في الكورس بتاعه. تعال نقارنها بالناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه اهي يمين وشمال تقريبا ما فيهاش حاجه، والنيرف معدي في الوسط ما بينهم. فطبعا الشمال براءه، اليمين شكله فيه مشكله. العيان ده بالذات بس انا معيش فيه كاتس ثانيه، بس ات لوكس لايك ان ممكن يكون معاه كمان حاجه في البيتوتري، ان ده البيتوتري ستوك الحته البيضه المنوره ديت. ده عيان تاني. دي هو الاوبتيك نيرف المفروض انه خرج الكات بتاعت ايه ديت، الكات اللي ورا الكنال على طول، ولسه هيبتدوا يقربوا من بعض في لحد ما يبقى فوق بالظبط، هو طاير فوق البيتويتري، فيقوم لاحمين مع بعض وعاملين الكازم. هو ستيل ابتدى يقرب فيه، حصل انفلتريشن في الرايت اوبتيك نيرف، وباين في الصبغه اكتر ما باين في اي حاجه تاني. فيا جماعه يعني مره واثنين وثلاثه الكونتراست ما هوش رفاهيه في الايفالويشن بتاعت الاوبتيك نيرف. ودي امثله اخرى برضو عن الساركودوزس صديق النيورولوجيست، زي كده ما ايه زي ما بفصده صديق الفلاح.
فده ايه كودوس ده صديق نيورولوجيست وبينط له في اي ديفرنشال. ف يعني هو الواحد كل ما يركز معاه فعلا الصراحه يعني بالاشعاعات يلاقي حالات عجيبه جدا، وفي الاخر تطلع بايوبسي بروفن ساركيدوزس يعني. فهو فعلا مرض غلس يعني. ادي تعالى ناخده من الشمال لليمين، ده في انفلاماتوري انفلتريشن على الناحيه اليمين، وفي في عفوا انفلاماتوري انفلتريشن، وده فلير بس فلير بنايل بنيله، فسيبوكم منه. تعالوا نبص على نفس العيان الناحيه الثانيه، ده تي 1 كونتراست اللي هو اي، في بانت اوضح، بقت بقى فيها abnormality بوضوح. زي ما انتم شايفين ده تي 1 وز تي 1 وز فات سبريشن، فالفات اللي هنا ده كله بقى اسود، والمصل بقت منوره وباينه عشان واخده صبغه. ليه واخده صبغه؟ مش عشان هي ابنورمال، عشان هي بره البلاد برين بارير. طب لو تلاحظ يعني دي بقى يعني من باب يعني مش سفسطه بس ده مهم برضه، لو واخدين بالكم يا جماعه المصل في نفس العيان، المصل اللي هي اللاترال ريكتس هنا رفيعه، والميديال ريكتس هنا تخينه، والميديال ريكتس اللاترال ريكتس هنا برضه مليئه كبيره شويه ودي رفيعه شويه. هل ده ابنورماليتي؟ الاجابه لا. الاجابه ان ده ليه؟ ده عشان العيان باصص شمال، فالعيان اللي باصص شمال اللاترال ريكتس هنا تخنت وهنا تخنت كونتراكتد عشان تحرك عين العيان شمال، ودول حصل لهم ريلاكسيشن فبانوا شكلهم طويل شويه. هل ده شكل الانفلتريشن المصل انفلتريشن؟ فالاجابه لا، لا ده مش ده شكل المصل انفلتريشن. بس انت لو تعودت نفسك عينك على الكونتراكتد مصل، اول ما تشوف بقى مصل كبيره بقى زي مصل انفلتريتد انفلاماتوري بروسيس، او مثلا كبيره زي الجريفز وسلموباسي، لن تخطئها. ودي مهمه في عيانين اللي عندهم مشاكل في الاوبتيك. ليه مهم تبص على المصل؟ لان وانس ان انت لقيت ابنورماليتي بره النيرف، انت خرجت بره قصه بقى ايه الام اس والنيورومالاتس اوبتيكا، يعني الحته الديفرنشال الضيق دوت اللي هو سبيسيفيك انفلاماتوري نيورولوجيكال ايشو، هتخرج بره تماما وتبتدي تدور بقى في حاجات تانية. فكويس ان احنا دايما تبقى بتبص بعينك على المصلز زي ما بتبص على النيرف في المنطقه ديت يعني. طيب نكمل، عفوا معلش انا اسف. طبعا ده كل ده اللي هو ايه صديق النيورولوجيست، السايكودوز صديق النيورولوجيست. ده برضو ده بس في مثال بقى واضح للديورال انفلتريشن. وفي العيان ده الديورا لو واخدين بالكم هو نيرف هنا والنيرف التاني هنا، بس طبعا الماس اللي هنا ضربت، هي العيان ده عنده فيجوال امبيرمنت، بس الفيجوال امبيرمنت سببه الديورال انفلتريشن اللي موجود اساسا ده في الانفيرو فرونتال سيرفيس. دي الديورا بتاعت الانفيرو فرونتال، وهو نيرف حصل له انترابمنت في المنطقه ديت. طبعا ده بارينكمال انهانسمنت، ده دي اسمه ايه بايل انهانسمنت برضو. كل ده في الاخر العيان ده برضو ده عيان من عيانين السركيدوزس الفاخر. دي السفينويد ساينس كويس، ودي الديورا، دي عفوا الكافيرنس ساينس ابتدى يبان فيها سيجنال تشينج بسيط، في فيها انفلتريشن بسيط، بس اوفرول هي مش سيئه يعني، هو مش ما فيهاش مشكله كبيره، بس حواليها طبعا الانفلتريشن العنيف بتاع الساركويد بروسس. ده بقى العادي بقى البلدي بتاعنا، هو ده الشكل السيجنال العاديه، بس عشان برضو ما ينفعش ما نبقاش جبناها يعني. ده يا سيدي ده انفلاماتوري اوبتيك نيورايتس. بس هي القصه الاتي، الشكل ده على زي ما هو، بس لو هو كونفايند بس تو ذا نيرف، مش هيقول لك كتير يعني، مش هيقول لك ده ام اس ولا لا، بس يعني لوحده من غير حاجه تانية، في وجود بقى كلينيكال سيندروم تيبيكال اوف ام اس، انها اسمه ايه انكمبليت، وانها عين واحده، وانها فيها بين بسيط مثلا، وان في دي ساتوريشن للكالرز بشكل اساسي، في وجود حاجه زي دوت زي ديت، بس تبقى ماشي رياشورنج ماشيه. بس انا مثلا لو في نفس العيان ده اللي بتكلم عليه انه عنده دي ساتوريشن في عين واحده وانكمبليت وكلام من دوت، ولقيت في سيجنال تشينج هنا، ولقيت في سيجنال تشينج في مصل، ولا زيت سيجنال تشينج في سوفت تيشو هنا، فاحنا از رول خرجنا بره قصه الام اس، لان الام اس بيطرح كثيرا طبعا بطبيعه الحال يعني، لان هو مرض بتاعنا احنا مش بتاع اي تخصص اخر، فيعني فبيتحط كتير، ولانه كومن طبعا. ده برضو اوبتيك نيورايتس. طبعا الكلام الكلاسيكال برضو في الاوبتيك نيورايتس، لما يكون نتيجه الام اس انه ما يكونش واخد السيجمنت كلها، يا دوب وياخد المنطقه اللي هي ما قبل كيازما، ما ياخدش الناحيتين مع بعض، ما ياخدش الاوبتيك تراكت، خد الكيازما
خد الاوبتيك تراكت ابتدي يفكر في حاجه تانية. خد التراكت بالذات كمان، وبالذات لو باي لاترال احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، دي عاده نيورومالايز اوبتيك. خد ما ورا ذلك اللي هو البوستيريور كومبوننت اللي موجود في الاوبتيك باث واي ده، ده فكر طبعا احنا بنفكر في حاجه بره الاوبتيك بره الام اس. هبتدي احاسبك بقى في ديوره، هبتدي احاسبك في السب اركنويد سبيس، هبتدي احاسبك في البارينكما متاخده ولا لا، وابتدي احط البروبابيليتي بتاعه النيورومالاس اوبتيكا او اذرز زي السايكودوزس او زي اللوبس او غيره. لما الاقي الاقيهم كلهم كويسين هتبقى نيورومالاس اوبتيكا، بس لو لقيت هو كلها دي مالينيتنج، يعني هو بس حاجه جوه النيرف وجوه الاوبتيك تراكت بس، وما فيش لا ديوره ولا في كلام من دوت، يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا في الغالب جوه نيورومالاس اوبتيكا زي عيان الاسبوع اللي فات. لقينا كلام من دوت يبقى انت بتفتح في حته ثانيه، يبقى انا هدور بقى ابتدي ممكن مش الاشعه، الاشعه مش هي اللي هتشخص لي اذا كان ساركويد ولا اذا كان لوبس، بس هيبقى انا عندي تولز ثانيه تجيب، يعني التشيست اكس راي والسيروم ايس والانتي دبل ستراندد دي ان اي والانتي نيوكلير انتي بودي، هيبتدي بقى يخشوا في الصوره ويبقى عيان العيان لغزه بيتحل يعني، وابقى خرجت بره ديفرنشال ضيق زنقت نفسي فيه كسبيشالست بشتغل نيورولوجي بس، فان انا مش عارف اجاوب اذا كانت هو ام اس ولا اي حاجه ثانيه يعني. فين الليجن؟ ممكن حد يأميوت ويتجاوب معاه؟ فين الليجن يا جماعة؟ حفناوي، انت معانا يا حفناوي؟ موجود والله، بس انت شلت الصورة. انا شلت الصورة ارجعها لك تاني يا حفناوي. فين الليجن؟ لا انا مش هعطلك، ارجع اللي انت بتعمله تاني. الليجن فين؟ هو فين النيرف؟ فين الفيجوال باث واي في الكات دي؟ ما انا خلينا نفكر هشاور مع بعض الجوي، شويه. بس هو ايه؟ يعني انا مش عارف، بس يعني اعتقد ان هو اللي على الرايت ده. اللي على الرايت فين؟ تعالى واحده واحده. اها طيب احنا فين يا سيدي الاول؟ احنا اولا ده التمبرال لوب لو انت شايف كويس، اوبتيك تراكت كبير. ودي السفينويد وده اوبتيك تراكت على ناحيه، ايوه ده الليفت اوبتيك تراكت. الليفت اوبتيك تراكت واخد صبغه، وده تي 1 مش فلير. ليه تي 1؟ عشان الوايت ماتر هايبر انتنس، وعشان الجري ماتر الكورتيكال ريبون السيجنال بتاعته اقل شويه، وده تي ده حته كده في الاوبتيك تراكت او اخر اوبتيك نيرف يعني. على هو على فكره هو لسه ما بقاش تراكت، بس يعني في اخره خالص، هو في اخر قبل لسه هيبقى كازمال يعني، بس صح، بس هي على المستوى دوت. الليجن ده لو انت تتخيل ان انت تبص عليه في الاكزيال هيفوق، هيروح مش هيبان، بس كورونال تي 1 هيجيبه. وانت بقى انت عارف بتبص بعينك فين يعني، ما انا مش هبص على الاوبتيك نيرف هنا مثلا، ولا ابص عليه هنا، ولا يعني مهم ان الواحد يبقى بس حاطط عينه، عارف يحط عينه فين. الحكمه يعني من السلايد دي ان الواحد لو انت عارف انت بتحط عينك فين في الفيجوال باث واي، هتلاقي الابنورماليتي هي صغيره قوي مش باينه، بس يعني تتجاب لو انت عارف انت بتبص فين وفي اني سيكونس. لازم ده تي 1 كونتراست يعني، عاده لو جبت حتى لو قطعت كورونال فلير مش هيبان لك القصه قوي. طب هو ليه باين هنا وباين ولا كان في نيرف هنا؟ لسبب مهم، ان عاده الانفلاميشن بيكبر الحجم فيبان، فيتقطع بسهوله، فيبان اوضح في الصوره هنا، لانه مش انفليمد وما خدش صبغه وحجمه الطبيعي، فبان بين صغير ريلاتيف للناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه لما حجمها كبر، يعني عاده الباثولوجي لما ينفخ الاستراكشر يبان اوضح، زي مثلا المثال المشهور بتاع كافيرنس ساينس مثلا، او عفوا الديورال ساينسز. الديورال ساينس لما تتقفل حجمها يكبر، فتبان لك بوضوح انها ثرومبوز. في الفحص الطبيعي النورمال لو ما انتش عارف مكانها ما تعرفش تظبطها. ليه؟ لانها صغيره ومش باينه. طيب طيب معلش بس اخوكم محمد، الحته اللي فاتت دي ازاي انزل ان انا ابص نيرف ولا تراك؟ ازاي نيرف انزل نيرف ولا تراكت؟ نيرف ولا تراكت دي ليها قصه. هو التراكت ورا البيتويتري صح؟ طيب تمام. طيب يعني طب انت شايف هنا بيتويتري؟ فالاجابه لا، دي ايه؟ دي سفينويد ساينس. سفينويد ساينس قدام البيتويتري، يبقى دي نيرف. كويس، دي الطريقه رقم واحد. انا قدام صح. دي الطريقه رقم واحد. الطريقه رقم اثنين،
انك تبان تشوف السكاوت اللي تحت، فالسكاوت اللي تحت ده لسه قبل السله، فده ايه يبقى دي طريقه رقم 2 للغش. الطريقه رقم 3 يبقى معاك الفيلم كله على بعضه كويس. الطريقه رقم 4 تسالني لو انا جايب هي كات لوحدها، فدي اللي هي غلاسه اي حد بيشرح الراديولوجي، اللي هو ايه ان انا عارف انا جايبها منين وجايبها فين وانت ما تعرف، فانت تبقى تايه وانا بقى عامل نفسي يعني جدع يعني بس بس يعني في الاخر ليه دي اوبتيك نيرف، عشان احنا لسه على مستوى الاسفينويد سايت. بس تمام ماشي يا جميل، ماشي يا جميل. وكمان ده تحت ده ميزو فارنت، فاحنا لسه قدام قوي يا واخد بالك. ماشي الكلام. طيب في حاجه ايمرجنج كده، احنا بالنسبه لنا احنا يعني ايه كنيورولوجست ما يعني ما بيفرقش معانا قوي، يعني التفرقه دي مش فارقه معانا قوي. هو في حاجه في الراديولوجي اسمها اوبتيك بيرينيورايتس كويس. ايه الاوبتيك بيرينيورايتس؟ احنا بالنسبه لنا هو اوبتيك نيوروباثي بس الـ 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 بس لسبب غير الحاجات اللي غير بتاعتنا، يعني مش ام اس، مش نيورومالايتس، مش كذا مش كذا، يطلع ساركويد بقى، يطلع لوبس، يطلع حاجات الانفلاماتوري الثانيه. هو مسمينه ليه في النيورو ايمجنج بيرينيورايتس؟ لان مش النيرف نفسه اللي واخد الصبغه، مش مثلا مش العيان ده، مش العيان. بصوا هنا السبستانس بتاعت النيرف نفسها هي اللي انفليمد. تعالوا نشوف العيان ده بقى، الصبغه هنا وهنا كويس. فده مسمينه بيرينيورايتس. البيرينيورايتس اولا بياخد حوالين النيرف، ما بياخدش النيرف نفسه، النيرف نفسه ما خدش صبغه كبيره، ما خدش كونتراست، ما خدش نوت سو ماتش ابريشيتد. وده طبعا ادي الكورونال برضو النيرف واخد صبغه، تحس ان انت يعني لو مش مركز تحس ان ده كورونال تي 2. هو كورونال تي 2 كده يبان النيرف اسود ويبان حواليه صبغه كنويد سبيس ابيض، بس ده فحص بصبغه. فالفحص الصبغه المفروض ان ما يبانش فيه الصوره شبه الرينج ديت، دي ما بتبانش في الظروف العاديه. فدي ده حوالين النيرف واخد صبغه. احيانا الانفلاميشن دوت يمتد للاوربيتال كونتنت او للمسلز اللي حواليه، وده عامه توصيفه الراديولوجيكال اسمه بيرينيورايتس. وده از رول يرول اوت السبيسيفيك نيورولوجيكال كونديشنز الكلاسيكال، يرول اوت نيورومالاكس اوبتيكا، يرول اوت الام اس، يرول اوت الادم لو العين عنده مالتي فوكاليتي وعنده كذا حاجه. فالمهم يعني ايه، فاحنا هتخرج للمنطقه اللي هي السيستميك وما تخشش في المنطقه السبيسيفيك بتاعت الديمونيشن بتاعتنا مثلا. طيب دي اخيرا هنختم بالحته بتاعت الايه التشنجز اللي بتحصل في الهيباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن او الرايز اوف بريشر. يعني قبل ما ابتدي فيهم يا جماعه، رجاءا ما حدش يطلب ام ار اي عشان هشوف اذا كان في رايز اوف بريشر ولا مفيش. لا يعني ده هذا يعني ده يخالف اعراف الكلينيكال براكتس بقوه، ولا يزال الراديولوجي ما بيقترحش دوت خالص. يعني هو بيقول ان ممكن في كورسبوندنج تشينجز، بس ما فيش حاجه اسمها انا شاك ان عنده رايز اوف بريشر، او ان الرايز اوف بريشر دوت انا هعمله عشان او هعمل ده عشان اشوف اذا كان في اذا كان مثلا سكندري انتراكرينيال هايبرتنشن نتيجه مثلا انه عنده مثلا ترانسفيرس ساينس ثرومبوزس، ولا عنده تيومر، ولا عنده بتاع. فانا ببص ده سبب طبعا وجيه انك تصور عليه، بس مش انك تصور عشان هدور على ديه، لان هو هيطلع لي ديه مش هيطلع عنده رايز اوف بريشر. لا هو يعني هيطلع تيومر، يبقى دي ده الترنتيف. هيطلع ايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن فهلاقي فيه تشينجز؟ لا مش شرط، مش بالضروره. ممكن يبقى العيان رايز بريشر عالي وموجود وما تلاقيش تشينجز، وممكن تلاقي تشينجز وما تبقاش ريليفنت للكلينيكال بتاع العيان، وما يبقاش العيان عنده رايز اوف بريشر قوي. هاويفر اتورس ان الواحد يبص عليها من باب التامل، وباب انه يبقى بس بيبص على الحالات برضو بشكل متكامل، مش من باب انه ده اللي هيفرق معاه في تشخيصه او ده اللي هيحسن التشخيص. اللي هيحسن التشخيص ديفينتلي الكلينيكال اول، وجود البابليديما، ولو ان البابليديما ممكن تتاخر عند نسبه كويسه من الناس يعني، بس ويز تايم لو العيان بيشتكي بقاله مثلا 4-5 شهور وما فيش بابليديما، لا دي عليه علامه استفهام. انما مثلا العيان بيشتكي بقاله اسبوعين ثلاثه ولسه ما فيش بابليديما، فوارد ان يكون العيان ده لسه عنده رايز اوف بريشر ولا. تاني حاجه الباراكلينيكال الثاني اللي هو اللي زي مثلا الفيجوال فيلد اسسمنت، اللي زي السباينال تايبنج، هيفيد في الدايجنوزس اكتر ما هيفيد في الـ في الـ في الـ في الـ اكتر من الام ار اي. بس هاويفر خلينا نبص،
التشينجز كالاتي ان مور ديتيل. احنا عارفين ان الاوبتيك نيرف شيس هيبقى دايليتد وهيبقى فيه فلاتنينج للبوستيرور بول بتاعه العين. خلينا نبص عليهم يعني بتفصيله اكتر شويه. اولا النقطه رقم واحد بيحصل دايليتيشن. برضو تيكس تايم تو ديفلوب، ملوش علاقه بالبروجنوزس وملوش علاقه يعني قد يكون فورم الدايجنوزس لو انت برضو ايه عندك سسبشن. دلوقتي اكتر حته يبان فيها الدايليتيشن هو الجزء الانتيرور بارت من النيرف، فيبان النيرف ان فانل شيب مانر. يعني ايه فانل؟ يعني كبير من ورا العين، تبقى كبيره شويه وتصغر شويه كل ما نرجع لورا، بس كمان يبقى فيها دايليتيشن وراه. بس اكتر دايليتيشن هتشوفه في السنتي اللي ورا العين، اللي ورا العين مباشره. دي نقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين اللينس بتاع الدايليتيشن. يعني الطبيعي في العين ان ممكن تلاقي المنطقه ديت حتى في العين النورمال تلاقي الحته دي باين فيها اللي هو سي سيف سبيس، اللي هو الحته ديت جنب النيرف كويس، بس هتبان لك بسيطه، وهتلاقي بعد كده النيرف وكانه ايه الديورا والسوبراكنويد لاحمين فيه بشكل اللي هو فيتنج كومبليتلي فيتنج على النيرف، وما تلاقيش فيه دايليتيشن. اللينس كل ما بيزيد، كل ما يبقى واضح معاك من اول النيرف لاخره، كل ما بيديلك امبريشن ان ده اكتر مع رايز اوف بريشر. دي نقطه رقم 2. نقطه رقم 3 التورشوسيتي هو النيرف طبيعي تورشوس بس بتزيد ليه؟ لان هو بيقول لك ان النقطه دي فيكسد والنقطه دي فيكسد، فانت لما بتزود البريشر بيحصل سورت اوف كينك. يعني ما هياش كونسيستنت قوي. طبيعي ان النيرف تورشس، مش دايما هتلاقيها، بس مثلا على الاقل مثلا العيان ده ما فيهاش قوي. ده بالنسبه للتورشس. فاحنا بالنسبه هتبص على ايه في النيرف في الرايز اوف بريشر؟ هنبص على الدايليتيشن، وبص على الدايليتيشن هو اول ما حته هبص عليها السنتي اللي ورا العين الاولانيه، وبعدين يبقى ويل فيتنج ولا لا، ولا اللي هي النقطه رقم 2 اللي هو هل في الحته دي بس في الاول سنتي بس، ولا واخد اللينس بتاع النيرف كله. ورجاء طبعا تبص يمين وشمال، لانه ممكن تلاقي لو لقيت ان في يعني فاريشن مثلا يمين على شمال تبتدي تفكر في alternative diagnosis تاني. كده دايما قارن، يعني اي bilateral structure لازم تبص فيه يمين وتبص فيه شمال. وثالث حاجه التورشوس، يبقى الدايليتيشن بروكسيمال تو ديستال مقارنه بديستال، اللينس بتاع الدايليتيشن. ثالث حاجه التورشوس. ده اللي في النرف. المنطقه بتاعه البابيلي بيبين فيها حاجتين. النقطه الاولانيه الفلاتنينج ده رخم، دمه تقيل، ويعني الاجريمنت بين الناس وبعضها فيه احيانا بيبقى ايه مش كامل. يعني بتلاقي واحد يقول لك اه في، واحد يقول لك لا ما فيش. العيان ده من العيانين اللي فيهم. هو تعرف منين انه فيه ولا ما فيش؟ تخيل انت محتاج عشان ترسم العين كويس، انت محتاج ترسمها as a perfect circle، النص الخلفي من العين. لو البيرفكت سيركل دوت ما كملش معاك، بمعنى يعني تخيل ارسم دايما البوستيرور بول بتاعت العين in a perfect circle بشكل او باخر. لو لقيت ال في انجل اتعملت مع العيان، يبقى ده عيان عنده فلاتنينج اوف بوستيرور بول. هي باينه في العين اليمين. العين الشمال دي مش باينه قوي على فكره، يعني بالرغم من ان ده برضو عيان عنده رايز اوف بريشر، بس يعني مش باينه قوي. باينه حتى وده عيان كلاسيكال، وده عيان محطوط في تكست بوك يعني على انه هو يعني عيان عنده رايز اوف بريشر. هنا مش باينه قوي، مش ابريشيتد قوي، بس هنا موجود. وده يقول لك قد ايه برضو الاورينتيشن والبوزيشن بتاع العين ممكن يفرق. الدنيا ما بتبقاش قويه قوي. دي نقطه رقم واحد. بس العين ده فيه حاجه رياشورنج ان عنده رايز اوف بريشر، وهي اسمها الاندنتيشن اللي بيحصل عند البابيلي. لو واخدين بالكم الحته دي مش ده الشكل النورمال بتاعها، مش طبيعي انك تلاقي فيه بروتروجن بسيط كده حوالين الانترنس بتاع الاوبتيك نيرف جوه العين. مش طبيعي ان البابيلا ده يبقى شكلها مظبوط. فانت بتبص نقطتين عند البابيلا وثلاث نقط على النيرف، وتيفاليويت باوفر اول امبريشن. مش بالضروره تنفي ومش بالضروره تثبت لوحدها، ما تشجعكش يعني، بس هي انت من باب ان انت تبص زي ما بقول لكم يا جماعه، بس نبص على الصوره بشكل متكامل يعني في الاخر. ده عيان عنده دايليتيشن في ناحيه على فكره، يعني لو واخدين بالكم حتى هي باينه هنا اكتر من باينه في غيرها، ما باينه في غيرها. مش مهم، بلاش تعقيد، خلينا في السهل. وده دايليتيشن في المنطقه البروكسيمال، لو واخدين بالكم اكتر منه في المنطقه الديستال.
احيانا ده ممكن يحصل، اه ممكن يحصل لما تتزنق قوي 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 يعني قوي، وانت السنتر او المكان اللي بتشتغل فيه تقدر ليك اكسس على الام ار اي سكانر، يقال الدايمتر ده ما يعديش 5 مللي، عدى ال 5 مللي ده بقى نورمال. يعني للزمن لو اتزنقت فيها ممكن تحتاج انك تعمل لها تقيسها، بس مش هتروح يعني مش هتكتبها في ريكوست، دي مش هتنفع تكتبها في ريكوست وتقول له اسلي الدايمتر بتاع البوستيرور اللي هو الاوبتيك نيرف، جاست بوستيرور تو ذا اوبتيك نيرف. ودي حاجه في الكوميونيكيشن ما بيننا وما بين الراديولوجيست، ممكن تبقى تطلب من زميلك يشوفها لك او تعدي بنفسك تعمل ماركينج، يعني دي سهله ممكن الفني يساعدك فيها او الدكتور الراديولوجي يساعدك فيها، ويعني تبقى من باب الديسكشن. بس هو طبيعي انه ما يعديش 5، عاده عدى 5 بالذات 6 7 لا خلاص يبقى ده باثولوجيكالي داليتي. دي واحده لو واخدين بالكم هو بقيه النيرف كويس، يعني هو هنا سي سيرف سبيس بتاعه كويس، بس هو البروكسيمال بارت، بس هو الفانل بقى خد الفانل شيب، خد اللي هو الناحيه دي كبيره والناحيه دي صغيره. طيب ده فلاتنينج باين بشكل اوقع. تعالى نرسم الدايره تاني اللي هو البوستيرور بول، تعالى نرسمه بشكل كده، يعني هو المفروض انه هيبقى كده، فدخلت شويه كده فدخلت شويه. ده دايليتيشن في نيرف شويه، ده يعني بارشلي دايليتد بس مش مكمل للاخر، او ده اكسبت يعني لولا بقيه الحاجات ديت، يعني ممكن الفحص ده يتقبل يتعدى اللي هو ان ده حاجه طبيعي يعني، او وارد وارد طبعا يعني. وده برضو دايليتيشن، ده دايليتيشن شكله يعني امور لسه واضح يعني. احيانا يعني ده ملاحظاتي الشخصيه، احيانا يبان ده كده عامل زي الانتي سيلا، وكأن مثلا كان في حاجه مثلا زي الستريننج، ريبيتد ستريننج، زي ما يكون اي الله اعلم يعني، بس بيبان احيانا تبان الحته دي تبقى دليل العين ما عندوش رايز اوف بريشر، ما عندوش، او محقق ممكن حتى ما بيشتكيش من هيدك. وارد انها تكون ليها ريليفنس للديناميك، للديناميكس بس بتاعت البريشر تشينج اللي بيحصل، مثلا واحد مليان زي حالتي كده مثلا مع ستريننج مع توطيه جامده مع كذا مره ريبيتد، في مره في الثانيه في الثالثه يحصل انتي سيل مره، ويحصل ان النيرف يبقى دليتد شويه، بس هي شكلها كده. يعني مش قليل انا شفتها في عينين ما لهم يعني قصه البريشر، ما هم مش قضيتهم اصلا يعني. ناخد حاجه تانية، ده برضو دايليتد، ده دايليتد شيس، وده مكمل لورا يعني، ده مكمل شويتين، ودي برضو كبيره. ده طيب اخيرا قبل ماشي يا ياسر اتفضل. هو معلش الامتي سيلا دي بسبب ان البيتري اصلا بتبقى فلاتند تحت في البيز بتاعت السيلا، ولا بسبب ان هي البريشر رافعها فوق اصلا، لا ولا هي ليهاش الانتي علاقه سيلا، اصلا بحاجه؟ لا هو الانتي سيلا، بص ده فراجمنت سيلي المفروض انها قافله على الانفانديبولم ومعديه الانفانديبولم، بس لو البريشر اللي فوق الانفانديبولم اللي هو اللي فوق اللي هو الانتراكرينيال بريشر بقى كوميونيكيتد مع المنطقه بتاعت السله، ده معناه ان الدايفراجم سيلي دي اتفتحت، يعني ان القفله اللي فوق دي اتفتحت لسبب او لاخر، هل سبب بسبب ان العيان اصلا دي المنطقه عنده ما كانتش كومبليت، او لاي سبب من اخر، فهو ده معناها، ده معنى الانتي سيلا. فلما البريشر بقى كبير تبان المنطقه اللي فيها البيتويتري بان بقى كلها سي اس اف فيلد، ما بقتش ما تشوفش فيها البيتويتري كويس، فدي اسمها انتي سيلا. ان السقف البسيط اللي معمول بالدايفراجما سيلي، تعالى نجيب انا كده كده عامه خلاص تقريبا خلصنا، تعالى نجيب فحص كورونال في ال، بص يا باشا هو المفروض تعالى نشيل الماركينجز ديت، المفروض ان الدايفراجما سيلي قافله كده كويس، وان البريشر اللي فوق ده مش متوصل للمنطقه اللي تحت دي كويس، المنطقه اللي فيها البيتوتري هنا. لو ده حصل فيه ديهيسنس او البريشر من هنا زاد، الحته دي تفتح، الدايفراجماس اللي تفتح مثلا تبقى كده، فالبريشر اللي هنا يوصل هنا، يوصل لجوه، فالمنطقه دي يبقى فيها تبقى مررلس مليانه سي سيف، وما فيهاش البيتوتري، تبقى هاردلي ابريشيتد، ما تعرفش تبص عليها كويس، فتبان انها امتي. يعني ايه امتي؟ يعني مليانه سي سيف بس، هو ده المقصود يعني منها يعني. فده شكلها يعني. تعالوا دي فرصة كويسة، تعالوا نجيب بقى ايه العيانين اللي احنا عمالين نبص عليهم من الاول دول، احنا هقفل البرزنتيشن وارجعها تاني. تعالوا نبص بقى ايه على العلامات اللي احنا كنا بنبص عليها في الـ تعالوا نجيب العيان ده من الاول سريعا، بس ايه في دقيقة نبص بقى ايه على شكل، تعالوا نشوف شكل النيرف شيس والبوستيرور بول بتاع العين في عيان اصلا مش قضيته خالص انه بريشر. هنا مش باينه قوي، بس يعني ده فلير، تعال نشوف ال T2
هتبان اوضح في التي 2. طبعا ده اللي هو التي 1، ده كان ده عفوا ده تي 2 اسف. ادي الديورا وادي النيرف وادي البوستيرور بول. لو واخدين بالكم الدايره براءه تترسم كويس، وهنا برضو تترسم كويس. النيرف هنا هوموجينس بشكل او باخر، مش فانل شيب، في سي اس اف سبيس اهو واهو، واللي اسود ده ديورا واللي اسود ده ديورا. كويس، مور لس نيرف معقول، يعني مش باين فيه، مش باين فيه اللي هو اللي احنا لسه كنا شايفينه يعني في العيان بتاع الرايزر بريشر او العيانين بتوع الرايزر بريشر. هنا مش قادرين نشوف السي اس اف لان ده تي 1 از كونتراست، بس على الاقل العين برضو الجلوب مرسومه رسمه كويسه، البوستيرو بول مرسوم بيرفكت. طبعا دي بقى تحت النيرف، ما نقدرش نقول اذا كان في فلاتنينج فيها ولا ما فيش. ده الانترنس بتاع النيرف اهو، المفروض هنا ده الهيد بتاعته، والعين ماشيه سموث، فده معناه انه كويس. خلاص العين ده شكله بس جاست فور تريننج على الشكل العادي بتاع البوستيرو بول. كويس، تعال نشوف عيان الساركويد. برضو يا جماعه بصوا، ادي رسمه البوستيرو بول سبير. طب ايه رايكم في البول دي؟ تحس انها داخله لجوه، بس دي يا جميل احنا تحت النيرف اصلا، يعني هي المنطقه دي اخر العين، التدويره الصغيره، ما احناش قاطعين في نص العين عند دخله النيرف. فانت يعني كيب نوت ان انت عشان تقيم الفلاتنينج ده، انت محتاج تبص على الكات اللي النيرف داخل فيها جوه العين، اللي هي مثلا يكون هنا مثلا. دي لا، دي احنا تحت النيرف اصلا، فما تقدرش تقيم فيها قوي، ولا هنا، مع ان هنا بس ان هو كانها سنه ما هياش بيرفكت سيركل، يعني ما هياش احسن حاجه يعني. هنا مش قادر اقيم قوي، هنا ممكن، هنا دي اقيم فيها ليه؟ لان شايف الهيد، شايف الهيد وهو داخل في العين، بس داخله كويس، فدي سبيرت. يعني نيرف هيد مش باينه قوي، مش باينه قوي، مقطوعه بارشال فوليوم، يعني مش دي احسن حاجه. هنا والى العجب ممكن ادي دي دخلت النيرف يا سيدي، وهي دي ما تقدرش يعني، وكانها فيها سسبشن، يعني فيها سسبشن ممكن تكون، بس هنا برضو دي دخلت النيرف في الناحيه الثانيه ودي ماشيه كويس. فضلا طبعا العيان ده قصته ما هوش قصه هيدك ولا قصه بتاع الكلام ده يعني. طبعا ده العيان بتاع بيرينيورايتس، تعال نشوف ده برضو البوستير بول بتاعه كويس، الدنيا فيه كويسه. تعال نقارن بقى الايه العيانين تاني، نبص تاني سريعا على العيانين بتوع ال عفوا ال ايديوباثيك انتراكرينيال هايبرتنشن. ادي دخلة النيرف، يعني هو الراجل ده عايز كان في الكات دي عايز يبين البابيلا او مش عايز يبين الفلاتنينج، فمش متصوره، مش عادلها مظبوط يعني. طب ده عيان عنده دايلتيشن قوي، مش باين فيه فلاتنينج على فكره، اهو ده عيان المفروض ان عنده دايلتيشن كبير يعني، فما بانتش لسبب او لاخر، هي ما بانتش هنا، هنا بانت، هنا ادي المفروض ان ده الشكل المثالي للدايره وهي دخلت جواها، وده الشكل المثالي للدايره وهي اتحركت لجوه شويه، دخل حصل فلاتنينج بسيط. طبعا هي فيري ساتل يعني، هي ما هياش الحاجه يعني اللي يتحلف عليها، بس ادينا على الاقل تبقى يعني اتكلمنا عليها مره ولا حاجه وخلاص. ودي فيها فلاتنينج شويه يعني، بما ان الراجل جاي بيتكلم على الشيس، بس ده يعني مرور لس، هو دي مرور لس، فاحنا بنتكلم في ملي او في فراكشن من الملي طبعا يعني، ايه يعني حاجه تضايق يعني. المهم اخيرا عشان ما نتكلمش بقى على الاوبتيك نيرف تاني، احنا كل ما يعنينا في المنطقه بتاعت التيومرز بتاعت الاوبتيك نيرف حاجتين، الاوبتيك نيرف جليوما والاوبتيك نيرف مننجيوما. الاوبتيك نيرف جليوما عاده ولد صغير، وعاده نيورو فايبروماتوزس تايب 1، والاوبتيك نيرف مننجيوما بيبقى نيور مع عاده مع نيورو فايبروماتوزس تايب 2. طبعا ممكن يحصل مع اي حاجه، ممكن ما لهاش، مش شرط يعني ان يجوا مع دول بس، بيجوا معاهم يعني، بيجوا مع حاجات تانية، بس المورال ان المننجيوما بتبقى البريفرال انهانسمنت، وبتبقى كومبريسيف على النيرف، والنيرف نفسه سبيرد زي دول. ولو واخدين بالكم مكمله كمان على السفينويد، على السفينويد بون يعني، مكمله دي سفينويد، هتكمل على السفينويد ريدج عفوا، وده الانهانسمنت بتاع النيرف. لو واخدين بالكم الانهانسمنت بتاع النيرف بريفرال، والنيرف ما كبرش قوي مع ان في تيومر كبير. ده ليه؟ عشان الديوره حاكمه السبريد بتاعه بشكل او باخر. تاني الجليوما،
انفلتريتيف وبيكبر ويكسر كسر يعدي الديوره ويكبر فيها زي العيان دوت، فحجم النيرف كبر نيدلس تو سي يعني. ده يحصل مع نيورال فايبرودوز تايب 1 مننجيوما، جزء من مالتيبل مننجيوماتا اللي ممكن تحصل مع العيان، ممكن تاخد الاوبتيك نيرف. ولو في اي اسئله انا معاكم الخمس دقائق ولا 10 دقائق. الـ